مرحبا. اليوم بدي اورجيكم اساسنز كريد فريدم كراي. طبعا فريدم كراي هي دي ال سي لبلاك فلاج، اوكي؟ لكن اذا حابب تشتريها لحالها بتقدر، يعني فيك انت تشتريها لحالها وتنزلها بدون ما يكون عندك بلاك فلاج، فهي شغله كتير منيحه. هلا شو الفكره فيها فريدم كراي؟ انت عم تلعب باديوالي. اديوالي اللي هو اللي كان انقذه وقتها ادوارد كنوي، اللي لعب اساسنز كريد بلاك فلاج انقذه ادوارد كنوي وصار المساعد القبطان. طبعا بعد الوقت طبعا هو صار اساسا، ما حنحكي كثير بالقصه هذيك، بس انه صار اساسا انه هو صار قبطان سفينه لحاله، وهلا عمل مهمه انه ينقذ العبيد. اوكي، اللعبه ما لها قصيره، اللعبه 3 ل 4 ساعات اذا بدك تعمل القصه. يعني هلا عم بلعب 3 ساعات صار لي ولسه ما خلصت. لعبه اساسنز كريد نفس بلاك فلاج، ما فرقت كثير. اوكي، نفس الالوان، نفس الجرافيكس، كل شيء. التمثيل فيها حلو، الشخصيات ظريفه يعني لحد هلا. اللي عجبني فيها انها محدوده. يعني كيف محدوده؟ يعني خريطه ما في عندك 700 الف مدينه مثل هذيك، هي مدينه واحده والبحر اللي حواليها. اوكي، طبعا فيك تنتقل محل لمحل، فيك تنقذ البلانتيشنز هدول تفكهم تروح تقتلهم مثلا وتفتحهم. في عندك بيس بتروح عليه بتقدر تصير العبيد هدول اللي عم تحررهم انت، بيروحوا على البيس وبصيروا بيعملوا لك ويبنز واشياء كتير شغلات. ما فرقت كتير عن اساس كريد، بالنهايه اساس كريد فيها البحر، بتطلع بالسفينه تبعك. اللي بيحب يشوف راح احط الديسكربشن تبع اللعبه تحت. اوكي، طبعا هلا انا بدي اشوف طريقه انه هدول. هلا علقتهم ببعض، بروح انا بنقذ هاي، او فيني انا اقتله. مهم، هي اساسن سكريد. تع واحد اثنين يلا، وهدول العبيد كلهم طلعوا وبيروحوا على القاعدة تبعي مشان يعملوا لي أسلحة وشغلات. طبعا فاللعبة هي أساسنز كريد، بس إنه اللهم إنه قصة جديدة، شغلة ما صارت قبل هيك. في بعض المشنز السايد مشنز الجديدة مثل تبع تنقذ العبيد، شوف بجز اوبي سوفت طبعا ما لها احسن، البجز تبعها بضلوا احسن من يونيتي، هذيك البجز تبعها منتهيه على الاخير، مشان هيك لهلا ما عملت لها فيديو لانه مو قادر العبها اصلا. ايه كنترول الغبي. ايه طبعا اساسنز كريد تقدر تقتل كل العالم اللي موجودين حواليك، هذا انا لسه ما عملت الابجريدز اصلا فلسه بصير اقوى من هيك. خالص خالص خالص. بتعرفوا اساسنز كريد يعني ما بدها تعريف اصلا. المهم، اللي بحب يلعب هاي اللعبة بيقدر يجيبها غير بلاك فلاج، ما في داعي انه يشتري بلاك فلاج، هي بتنزل لحالها، ما في داعي ينزل كل بلاك فلاج. بيقدر ينزلها مع هاي، بس مثل ما قلت لكم انه الشخصية تبع الاساسن هذا اديوالي ظريفة، يعني هو هيك شخص اسود مثلا بده يساعد العبيد، شخصيته قوية، هو ذكي ومتعلم وهيك. سو اللي بحب اساسنز كريد جو فور ات. اوكي، منيحة واحسن بكتير من يونيتي. يونيتي كنت افكر 3 سيئة. مهم، لا تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب وشير، نشوفكم بعدين، سلام.